تيبان لي بان الحاجه اللي سمعناها كثرت الاشاعات هذه حاليا الدار مسكونه وهذا الشيء اللي كاين سميتو تيبان لي بان شي حاجه غامضه في سميتو ولكن داك الشيء اللي يبان لي انا تتكون واحد النوع ديال الاشكاليات وهي الجيران بيناتهم تكون واحد النوع ديال هذا وانت اختاروا هذاك الشيء ديال الشعب هذاك المنطق شي في اي بلاصه راه كاين هذا الشيء يعني تكون واحد النوع ديال الاحداثيات ولكن الناس كاين تيتجاهلوا هذا الشيء تقول لك اودي هذا الشيء ما كاينش لا فعلا مذكور في القران قال لك لان بالنسبه للشيء ديال الشهوه هذا الشيء راه مذكور ولكن ملي هذه الحاجه اللي وقعت ديريكتومون لا تكون وراها شي حاجه وراها سميتو يعني الله اعلم الله اللي يعرف يعني حاجه الا بغات تكون راه تتكون ولكن ما تتكونش التحليل ديالها بان كاين شي حاجه ما بين ما تعرف يمكن واحد العدوانيه تكون شي حاجه ما بين الجيران وتكون شي حاجه هذا الشيء اللي كاين اما غير باغازا يكون هذاك الشيء هكذاك ما ظنيتش يعني لا ما تكون شي حاجه هناك هذا الشيء اللي كاين تكون شي هذا هو لان اي بلاصه فيما مشيتي فيما مشيتي تتكون واحد النوع ديال العداوه النوع ديال الحسد تكون على حساس السيد يلاه اسكندر مسائل ديالو واحد شي حاجه تياخذ واحد المنطق ديالو وهو واحد النوع ديال سميتو وقت ما يسافر ولا شي حاجه يكون شي واحد بينه وبينه ما يبغاش هذاك السيد يكون حداهم ولا مثلا الله اعلم داك الشيء اللي كاين داك الشيء اللي بان لي انا اما باش داك الشيء يكون مباشره منزل جا داك الشيء غير ديريكتوم هكذا كدخل للدار دخل المسائل داك الشيء لا الانسان راه عنده الحرمات ديالو عنده الدار ديالو عنده المسائل ديالو ممكنش تجي ديك الحاجه تكون في الدار مسكونه ولا شي حاجه بالنسبه لشي ديال الغوات ما ظنيتش انا كنوقف حاليا حدا ما تسمع الغوات ما تسمع والو ما تيبان لي والو الغوات حسيت بشي حاجه يعني ما نكذبش عليك كاين شي حاجه هناك الجيران بيناتهم كاين شي حاجه هذا الشيء اللي بان لي يعني.